السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم مجموعة من الخطوط، النقطة الأولى فيهم مشتركة والنقطة التانية مختلفة، والخطوط طبعا بتوصل بين النقطتين. هاجي هنا أقول له بايثون، وهقول له هنا أول حاجة عايز أبدأ أعرف متغير اسمه variable، variable ده هتساوي واحد. طيب وبعد كده هقول له output هتساوي العلامتين دول، اللي هي يعني ان ده list بس فاضية. طيب وبعد كده هقول له عرف لي point one هتساوي point dot by coordinates، وبعد كده اقول له خلي النقطة الاولى 0 0 0 مثلا 0 0 0، وبعد كده اقول له خلي لي بقى النقطة التانية تساوي point dot باي coordinates، وبعد كده بين الأقواس أقول له 0.0.10. طيب اللاين إن أنا أوصل بين الاتنين دول، لاين هتساوي اللي كابيتال لاين دوت باي رينج باي ستارت بوينت اند بوينت، ستارت بوينت اند بوينت، وراح مديله بي 1 وبي 2. طيب دلوقتي بقى عايز ايه؟ بدل ما اقعد اديله ارقام كتيره كل شويه اغير في بي 1 وبي 2، هعملها زي لوب. اقول له وايل اللاين دوت لينس، التول بتاع اللاين لينس لاين لينس في اتش اصغر من ال 15، طول ما الطول لسه ما جابش ال 15 اوت بوت اللي هي الليست بتاعتنا اوت بوت دوت ابند لاين. طيب والبي 2 هتساوي بوينت دوت باي كوردينيتس، اقول له بقى غير لي في الاكس خليها فاريبل دوت 0.0. طيب واللاين، لاين هتساوي لاين دوت لازم نسيب مسافة line dot by 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 start point end point بي 1 وبي 2. بعد كده هقول له variable زائد بتساوي واحد، يعني كل مرة ازود عليه زائد بتساوي واحد. وبعد كده هقول له الاوتبوت
الاوت بتاعي هتساوي اوت بوت، واقول له ران. الاقي ان هو رسمها لي بالشكل دوت. اقدر اغير في الارقام، هاجي هنا في البوينت 2 هقول له خلي دي 10 واقول له ران، يظهر معايا بالشكل دوت.